المسابح هي مؤمنة أكثر من النهر لأنه يوجد منقذين ويوجد مراقبة ويوجد متابعة من قبل المسبح وإدارة المسبح، وإقبال الناس هي في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. وثاني شغلة هي المكان التنفيسي الوحيد للأهالي، وأنه إقبال أطفالهم للتعليم السباحة وللشباب الترفيه عن نفسهم، وأيضا يعني أوقات الرياضة خلينا نقول هي رياضة الشباب حول السباحة. وثاني شغلة اللي عنده انزلاق، اللي عنده معالجة، اللي معالجة الدكاترة، تكون عندنا تمارين خاصة للكبار السن وللصغار اللي أما في حالة معينة، أكيد متابعة مراقبة من قبل كادر كامل مختص من قبل الاتحاد المركزي فرع نينوى، هو مراقبة ومتابعة المنقذين داخل المسبح ومتابعة من قبل الصحة وعلى الماء وعلى كثير الأماكن تتعلق اللي هي بالمسبح من قبل الصحة، البرمنجانات، المعقمات، الكلور، كل الأمور المتعلقة هي متابعة من الصحة. الإقبال من قبل النساء ضعيف جدا نوعا ما يكون للمسابح اللي مختصة بمسابح النساء. نحن عندنا حجوزات ليلية تكون من بعد الساعة 8 مساء لوجه الفجر، خلينا نقول الساعة 4 تقريبا، حجوزات للعوائل، يعني هو ساعة زمان كل من عائلته يجي اللي بحدم نسبة الأمان 100%. بالوقت الحالي أو بالوقت السابق هو النهر خطر أولا، لأنه أسع بالوقت الحالي أن الارتفاع منسوب المياه من قبل سد الموصل خطر، يكون سريع الماء، نهر مال دجلة كلش سريع. وثاني شغلة يكون بي لوفات، تكون بي يعني فاتولات، هاي كلش خطرة على السباح اللي ما يتقن السباحة جيد، بعكس ماء المسبح اللي هو ماء يعني مستقر، ماء النهر يكون جاري سريع جدا، فيكون نسبة الخطورة أكثر. وبالنسبة للمسابح تكون من قبل متابعة من قبل إدارة المسبح، منقذين المسبح، هون تكون نسبة الأمان جدا بحيث الأهالي من تبعث الأطفال للمسبح مؤمنة عليهم أنه نحن موجودين كادر خاص ومختص.